أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وقل ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، وارزقنا العلم والعمل الصالحان. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وابنيها والآن قاتليها وظالميها، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا كريم. وصل بنا الكلام إلى عقيدتنا في حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طبعا من المسلم به ومن الأمر الضروري الذي لا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى نظر، أن جميع فرق المسلمين أو جميع المذاهب والفرق والأديان متفقة على حب أهل البيت عليهم الصلاة، على حب العالم، على حب الفاضل، على حب الشجاع، على حب الكريم، على حب العادل، على حب المنصف، على حب كل من تجتمع فيه صفات الكمال والجمال. ومنهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بالخصوص إلى فرق من يدعون الإسلام، ما عدا أولئك الناصبة عيناً الذين يظهرون العداوة لأهل البيت أو لشيعتهم، وما عدا أيضا أولئك المنافقون الذين يمدحون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بأبيات ظاهرا خوفا من الشيعة مثلا أن يؤذوهم، كما ستجدون لو راجعتم محاضرة بعنوان سياسة النعال أو سياسة الأرطال للشيخ الحبيب على اليوتيوب، تجدون أن هؤلاء النواصب ما مدحوا أهل البيت إلا خوفا من هذا النعال أو خوفا من أرطال الشيعة، فصاروا ناصبة نفاق يظهرون الحب والمدح لأهل البيت، وفي الباطن هم ماذا؟ هم أشد عداوة ونصبا من غيرهم لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ويخالفوهم في كل شيء، يخالفوهم في جميع أحكامهم. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لو رجعنا إلى تفسير هذه الآية إلى صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد بن حنبل، لوجدنا في مسند أحمد بن حنبل مثلا الجزء الأول الصفحة 229 الحديث 2025، قال لما نزلت عن ابن عباس الثقت عندهم، لما نزلت أيضا هذه الآية قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى، سألنا النبي صلى الله عليه وآله، سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرابتك الذين وجب علينا حبهم؟ قال: علي وفاطمة وابنيهما. وهذا الحديث أيضا موجود في عدة مصادر ومعضدات تقوى هذا الحديث عند أهل الخلاف كالبخاري ومسلم من أصح مصادرهم من صحاحهم وما إلى ذلك من المصادر. ومن مقتضيات المودة هو الاتباع. أنت حين مثلا ما تحب شخصا في عمل ما معين تتبعه في هذا العمل، من مقتضيات المودة أن تتبع، من مقتضيات الشمس مثلا أن تعطينا النور والضياء، وإلا مستحيل أنها شمس إذا لم تعطي النور والضياء نهارا. فمن مقتضيات المودة أنني أتبع الإنسان
العاقل الفاهم الذي اختاره الله أو الفاضل، التبعه في جميع أعماله وأحكامه. ولا أرجع إلى المنافقين والكاذبين وشراب الخمور. إذا أردت أن أحفظ ديني، وإذا أردت الله واليوم الآخر، انظر إلى الشيعة مثلا، هم الذين رووا أحاديث وتراث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وحفظوه في كتبهم كابرا أن كابر، وتوارثوه وتناقلوه. بينما أنظر إلى المخالفين المدعين لحبهم، يخالفوهم في كل شيء من أحكامهم، لا ينقلون منهم إلا القليل أو إلا ما ندر، بينما أكثر أحاديثهم وأحكامهم أخذوها عن القتلة الظلمة الطغاة أبي بكر وعمر وعائشة والبخاري ومسلم وما إلى ذلك من هؤلاء الضلال الذين اتخذوهم قدوة واتبعوهم من دون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نسألهم هذا السؤال: أنتم تكاثرت عندكم الروايات عن هؤلاء، لماذا لم تنقلوا عن عترة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما نقل الشيعة؟ ألستم أنكم تدعون حبهم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قال المصنف: نعتقد أنه زيادة على وجوب التمسك بآل البيت عليهم السلام، يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم وودتهم، لأنه تعالى في هذه الآية المذكورة حصر المسؤول عليه الناس في المودة في القربى. وبالمناسبة كل نبي يأتي يقول: إن أجري إلا على الله. إلا نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله طلب الأجر وهو المودة في القربى، لكن الأمة ماذا فعلت؟ فعلت العكس، وكأنما قد أوصى النبي البغض في القربى، فشردوهم وقتلوهم وظلموهم ولم ينقلوا عنهم أحاديثهم. راجعوا في ذلك أيضا سلسلة نافعة جدا في علم الرواية والحديث والدراية، هي سلاسل محاضرات حوزوية موجودة على اليوتيوب لشيخنا الحبيب. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أن حبهم علامة الإيمان، وأن بغضهم علامة النفاق، وأن من أحبهم أحب الله ورسوله. هذه كل كلمة من المصنف هي حديث متفق عليه عند الفريقين. فراجع: حبهم علامة للإيمان، وبغضهم علامة للنفاق، ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله، ومن أحبهم أحب الله ورسوله. بل حبهم فرض من ضروريات الدين الإسلامي، الضروريات يعني البديهيات، مثل هذا القلم الذي أمامي. من البديهي أنه قلم أمامي، شيء بديهي لا يحتاج إلى نظر أو فكر أو بحث، مباشرة حينما أنظر إليه يقول: هذا قلم، التي لا تقبل الجدل والشك، وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم. أداة، فئة قليلة اعتبروا من أعداء آل محمد، فنبذوا باسم النواصب، أي من نصبوا العداوة إلى آل بيت محمد، وبهذا يعدون من المنكرين لضرورة إسلامية ثابتة بالقطع، والمنكر لضرورة إسلامية كوجوب الصلاة والزكاة يعد في حكم المنكر لأصل الرسالة، بل هو على التحقيق منكر للرسالة، وإن أقر في ظاهر الحال بالشهادتين. ولأجل هذا كان بغض آل محمد من علامات النفاق، وحبهم من علامات الإيمان. ولأجله أيضا كان بغضهم بغضا لله ولرسوله، كما روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله، وأسرتي أحب إليه من أسرته، وذريتي أحب إليه من ذريته. ولا شك أنه تعالى لم يفرض حبهم وودتهم إلا لأنهم أهل للحب والولاء
من ناحية قربهم إليه سبحانه ومنزلتهم عنده، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومنزلتهم عنده وطهارتهم من الشرك والمعاصي ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه. ولا يمكن أن نتصور أنه تعالى يفرض عقوبة من يرتكب المعاصي أو لا يطيعه حق طاعته، فإنه ليس له قرابة مع أحد أو صداقة أو يحابي، وليس عنده الناس بالنسبة إليه إلا عبيد مخلوقين على حد سواء، وإنما أكرمهم عند الله أتقاهم. فمن أوجب حبه على الناس كلهم لا بد أن يكون أتقاهم وأفضلهم جميعا، وإلا كان غيره أولى بذلك الحب، أو كان الله يفضل بعض على بعض في وجوب الحب والولاية عبثا أو لهوا بلا جهة استحقاق وكرام نستجير به تعالى من كل ذلك ويترفع عنه جل وعلا. عقيدتنا في الأئمة ونفي الغلو عنهم يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هذا، وصلى الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.